صباح الخير، صباح النور عليكم متابعينا ومشاهدينا الكرام. حياكم الله زملائي في الاستديو، ارحب بكم في جوله جديده وياكم من سوق الزبيد. احنا دائما نجيب لكم الاسماك الطازجه في كل فقره، لكن اليوم نجيب لكم بدايه نعرفكم على قسم خاص في سوق الزبيد ثلاجه متميز بجميع انواع الاسماك المتبله. عندنا مجمد منها طبعا، من القباقي، الربيان، الابستر، النغاره، كل شيء موجود عندنا. نتعرف فيه وياكم مع اخونا هني محمد. سلام عليكم. كيف حالك محمد؟ طيب محمد، نبطل الثلاجه هنا شوي وياك، نراوي مشاهدينا الكرام عن الاشياء المعروضه عندنا في سوق الزبيل. طبعا مثل ما تشوفون عندنا هني، هذه خلطه من الاسماك البحريه، عندنا من النغاره والربيان والقباقيب. هذه خلطه جميله تكون ما شاء الله، شوفوا هنا هذه جاهزه. وعلى كم هنا الكيلو محمد؟ كيلو هذا من 25 25 درهم سعر الكيس. وهني عندنا بعد الكلاماري او النغار هني بعد على 25 درهم. الاخوان اللي يحبون يسوون مشواي واللي يحبون يسوون الشوربه البحريه، هذه عندكم اشياء جاهزه هني مقطعه منظفه، اللهم تروح البيت بس وعلى طول تطبخها. وعندنا بعد هني ما شاء الله اللي هو الدوج او بحار البحر، بعد نفس الشيء، الاسعار كلها على 25 درهم، وفي عندنا على 18 درهم بعد. مثل ما تشوفون عندنا هني هذه هذا الكيس اللي فيه الربيان، الاحجام الصغيره على 18 درهم. طبعا كل كيس فيه ما يقارب الكيلو، وهذا المحل هذا موجود في اخر السوق. وعندنا بعد ما شاء الله هنا مراويكم، هني عندنا هذه الصفاقيات المجمده، شوفوا اللي ما يحصل الطازج عندنا هني صفاقيات. وهني على كم السعر؟ 40 درهم. عندنا تقريبا خمس صفاقيات في هذا الصحن على 40 درهم سعر الصحن هذا الموجود عندنا مشاهدينا الكرام. ومن غير عندنا بعد هني اللابستر بعد موجودات، الاسعار على 70 درهم. شوفوا هذا اللابستر هنا مجمد وطبعا على 70 درهم. وهذه الاشياء تحس موجوده عندنا كلها في سوق الجبيل. ومن غير عندنا بعد قلت لكم الربيان، وعندنا تشكيله كبيره ما شاء الله من الاسماك. هذه طبعا موجوده هنا واسعار جدا طيبه، والاسعار موجوده عندنا من 25 و20 و18 درهم ما شاء الله. ونشوف وياكم بعد نكمل جولتنا، نطالع وياكم اسعار الاسماك المعروضه اليوم عندنا في سوق الجبيل. طبعا ما شاء الله من الاسبوع اللي طاف الى الان تجينا اسماك طيبه واحجام كبيره، مثل ما تشوفون عندنا هني القفدار، وعندنا جش الصال، وعندنا هذا الجد الطيب هني ما شاء الله. كيف حالك؟ على كم السعر؟ هذا كيلو 7.5. كيلو 7.5 درهم سعر كيلو. عندنا الجد هذا مقطع ولا كامل؟ كامل، هذا كيلو كامل وزر. كامل. زين، وعندنا هني الجش. جش صال هذا كيلو 10 ريال. 10 درهم، 10 درهم. والقفدار هني كم؟ القفدار كيلو 15. 15 درهم ما شاء الله عندنا سعر القفدار هني. هناك عندنا الزبيدي، على كم الزبيدي الصغار البيض هنا ما شاء الله؟ على كم الزبيدي؟ الزبيدي كيلو 50 درهم. 50؟ 50 درهم عندنا الزبيدي. وفي بعد عندنا بداية السوق عندنا أحجام كبيرة على تقريبا 90 و85، وعندنا هني العندق هنا على كم؟ كيلو 25 درهم. الحدي هذا الحدي على كم؟ كيلو 25. 25 25 الحدي. يا من زمان ما شفنا هذا السمك البني ما شاء الله، على كم؟ هذا بني كيلو 15. 15 درهم. 15 درهم، صار لفتره طويله ما يابوه في السوق، اليوم ما شاء الله متوفر عندنا السمك البني. طبعا من الاسماك النهريه تينا، طبعا مستورده اكثر شيء من باكستان، مزارع باكستان. وفي عندنا بعد دوله ثانيه بس ما اذكرها الحين، بس اكثر شيء هنا من باكستان. وعندنا هني القرفه ما شاء الله، وعندنا العندق هنا. على كم العندق؟ السلام عليكم. هنا 20 درهم كيلو. 20 20. والقرفه؟ القرفه 15 كيلو. 15 درهم عندنا القرفه. والصافي زبيدي عفوا 50. ايوه 50 درهم. وعندنا جش الصال هنا، جش ام الحله. هي ام الحله. لا هي كيلو 20 درهم. 20 درهم كيلو. والصال الكبار؟ صال 15 كيلو. 15 درهم. وهني عندنا شوفوا، عندنا هوامير وعندنا سمان ما شاء الله. شوفوا الاحجام الطيبه. بدايه ناخذ سعر الهامور هنا كم؟ هامور 35 كيلو. 35 درهم. هذا في 5 كيلو فوق؟ اي يصير 8 كيلو. 8 ما شاء الله، 8 كيلو. طبعا كل ما زاد وزن الهامور كل ما قل سعره. وعندنا هني السمان الاسود هنا 8 كيلو 25. 25 25 سمان اللي يبقى المشواي، يبقى مكبوس، يبقى صالونه، مره شيء طيب عندنا هني ما شاء الله. ونشوف وياكم بعد دكه ما شاء الله، كل جد اكبر من الثاني. شوفوا الاحجام الطيبه الموجوده عندنا هني من الجد هذا، موجود عندنا في سوق الجبيل ما شاء الله. السلام عليكم. كيف حالك؟ كم السعر؟ 7.5 كيلو. 7.5؟ 7.5 سعر كيلو الجد عندنا. ادري هي الحبه كامله على كم تطلع؟ هذا ممكن 10 كيلو يعني. 10 ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا الجد عندنا هني الطيب على 7.5
درهم سعر الكيلو. طبعا هذا متوفر عندنا في سوق الجبيل ما شاء الله هنا. وعندنا هنا القابط، القابط على كم؟ على 15 كيلو. 15 15 والجش هذا الجيش هذا كله بعد 15 15 عندك هنا. والفرش هنا كم ما شاء الله الفرش؟ كيلو 15 15 ايه 15 درهم عندنا الفرش. شوفوا هنا الاحجام الطيبه حق المشواي اللي يبغى المشواي حياه الله. وعندنا هاي الاسماك تينا الرو، هاي الرو هذا الرو هذا ثاني بلات هذا كيلو 17 مال برا 17 طبعا هاي اسماك ماي مال الحلو هذا من برا ماي الحلو طبعا اللي هو ماي الانهار. بكمل ياكم مع مشاهدينا الكرام من زمان ما بناكم اسعار نغاره. بنشوف اسعار النغاره عندنا اليوم هنا ما شاء الله موجوده. في عندنا الخثاق وفي عندنا النغاره هنا الصغار. شوفوا ما شاء الله الاحجام الطيبه الموجوده عندنا. ان بغيتوا الاحجام الكبيره وان بغيتوا الصغيره موجوده بعد. كيف حالك بي؟ كم الاسعار ما شاء الله؟ على 25 كيلو هذا هني 25 وهذا 20 20 درهم. الصغار على 20 وهني على 25 درهم. عد لي جذب شويه، جذب النغاره شويه هنا. شوفوا ما شاء الله، شوفوا شوفوا بعد تو ميوبات الصبح وعلى 20 درهم سعر الكيلو. عندنا هني النغاره اللي يبغى نغاره ما شاء الله على 20 درهم. وعندنا القرفه هنا كم عندك؟ 15 درهم القرفه. وهذا من المزارع 27 ونص ربيان مزارع على 27 ونص سعر الكيلو. عندنا اليوم من المزارع ما شاء الله السوق عامر بانواع مختلفه طبعا مثل ما تعرفوا مشاهدي الكرام. وشفنا بالاسماك وعندنا من القشريات من القباقيب والربيان والزبيدي هني ما شاء الله والحدي هني. عندنا القباقيب ما شاء الله، طلع لي دبوب هذا شله فوق شويه ما شاء الله. على كم؟ على كيلو 35 35 درهم سعر كيلو القباقيب. اليوم عندنا متوفر في سوق الجبيل طبعا من اسبوعين ما شفنا ولا قبقوب في السوق. اليوم عندنا ما شاء الله والاحجام الطيبه. وخلكم ويانا وتابعونا مشاهدينا الكرام، بصير وياكم بعد قسم ثاني من سوق الجبيل نتعرف فيه وياكم على اسعار اللحوم والدواجن. واتمنى ان بدينا جوله وياكم هنا الاسعار ان شاء الله عيبتكم اسعار طيبه. في سوق الجبيل قسم الطازج طبعا هذا الشعار دام في سوق الجبيل قسم اللحوم والدواجن. نكمل وياكم جولتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، نتعرف وياكم على اسعار اللحوم المعروضه عندنا في سوق الجبيل مع اخونا محمد زاكر. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله ما شاء الله. اليوم عندنا العيل باكستاني، ها هذا باكستاني. خبرنا شو الاسعار اليوم؟ لحم صافي وبالعظم على كم؟ هذا عظم 21 باكستاني الحين 21 زين بالعظم؟ ما عظم، ما العظم 21 درهم مع العظم عندنا بدون عظم 30 درهم. بدون عظم لحم صافي 30 درهم 30 درهم سعر العيل. تقريبا ما في اختلاف كثير في اسعار العيل الباكستاني. هذا طياره طبعا مش محلي، طياره طياره يكون سعره شويه دائما على هذا المنوال ما يتغير يعني بين 30 و21. سكر هني محمد، خنزير ياك قدام ما شاء الله. نشوف هني طبعا نفس الذبيحه بس هذه مثل ما تقول المشاهدين الكرام مفصله الكتف، عندنا الظهر، عندنا هذه. هذا حق المفروم محمد؟ ها هذا مفروم محلي، هذا مفروم اكثر شيء كيلو 35 محلي. هذا لحم محلي مو بنفس الذبيحه، هذا باكستاني هذا غير وهذا محلي. هذا ما شاء الله. زين خبرنا هني على كم؟ هذا 35 بدون عظم، عظم 25 25 مع العظم؟ مع العظم. وبدون عظم على 35 35 طبعا. هذا العيل المحلي، هذا الهولندي؟ هذا هنا. هولندي محلي، محلي هولندي محلي طبعا ما شاء الله. من فتره حين قمنا نشوف في السوق قاموا يبون زياده من اللحوم هذه الهولنديه الموجوده عندنا طبعا واسعارها طيبه. ومن غير هذا كله ان ذبح محلي اسراف يعني بعد اكثر واكثر عليه من ناحيه الامور الصحيه. وهني عندنا الكتف، هذا كتف محلي هذا 25 25 درهم ما 25 درهم ما شاء الله. شفنا عندنا الباكستاني وعندنا المحلي، وهني عندنا التيوس او اللحم الهندي هذا ثيوبي على كم؟ 30 درهم 30 درهم 30 درهم. عندنا خوز بس خوز شوي عسى بنشوف اللحم هنا. شوفوا اللحم مشاهدينا الكرام هني على 30 درهم سعر الكيلو الاثيوبي. وعندنا هندي بعد محمد، بعد هندي. هندي على كم؟ هندي على الهند 35 35 درهم سعر كيلو. عندنا الغنم الهندي، الهندي دائما يكون سعره
35 33 32 واحيانا يعني من النوادر ينزل ل 30 درهم، وهذا الاثيوبي احيانا يوصل حتى عندنا ل 26 او 28 درهم. وهذا عندنا استرالي، هذا خارجي استرالي محلي طيارة. ولا طياره؟ طياره. طياره كم سعر هذا كيلو؟ 32 كيلو 32 درهم سعر كيلو. وعندنا الاسترالي طياره طبعا نزل عن ال 35 وحين على تقريبا 32. انزل نشوف هناك ما شاء الله محمد معلق ذبايح، هذا خرب نعيمي اول واحد. هذا نعيمي. نعيمي كيلو 45 45 درهم 45 درهم سعر كيلو. عندنا للنعيم ما شاء الله مثل ما تشوفون هذا فيه تقريبا 15 كيلو ولا زيادة، هذا 17 كيلو 17 17 كيلو ما شاء الله. وعندنا الهندي عدالة موجود والفخذ هني، هذا هذا باكستاني. وعندنا المحلي عدالة ما شاء الله. طبعا هذه اللحوم دائما توصلنا عندنا بشكل يومي وفي الصبح مشاهدينا الكرام. شكرا محمد، شكرا، جزاك الله خير، يعطيكم العافيه مشاهدينا. مثل ما شفتوا ويانا اسعار اللحوم معروضه اليوم عندنا، عندنا الباكستاني وعندنا المحلي والهندي والاثيوبي ما شاء الله، وغير حتى الاسرائيلي نازل سعره وايد وصل الى 22 درهم. يعطيكم العافيه ونشوفكم ان شاء الله في مكملين جولتنا وياكم، عفوا مسير وياكم بعد قسم ثاني من سوق الجبيل. الى قسم الخضار والفواكه مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتعرف فيها ان شاء الله وياكم اليوم على اسعار الفواكه والخضار المعروضه مع اخونا نظام. هني نظام السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله ما شاء الله. نظام نشوف الترتيبات اللي مسوينها ما شاء الله في المحل، مسوي شيء طيب من الهمبة وعندنا الكاكا هناك والفواكه طبعا الاسيوية وكثير من الاشياء. خلينا نتعرف فيها وياكم بداية على اسعار الهمبة اليوم كم عندك يا نظام؟ هم اليوم 25 مال يمني، يمني على 25. 25 هندي، هندي في 2035 35 درهم سعر الصندوق هذا؟ اي صندوق. وتايلندي هناك؟ تايلندي 120 درهم 120 درهم سعر التايلندي. طبعا شوف الاحجام تختلف عن الهندي واليمني ما شاء الله، التايلندي يكم شوي احجامه اكبر. والحين بعد عندنا موسم اللوز هذا، هذا على كم نظام؟ 10 درهم على 10 درهم في اسكادونيا 10 درهم، هذه على 10 درهم 10 درهم. وعندنا هذا شو اسمه؟ هذا تشيكو، تشيكو تشيكو 10 درهم على كم؟ 10 درهم 10 درهم. عندنا طبعا التشيكو هذا موجود هنا، التفاح مال التفاح ما شاء الله بعد على كم؟ 10 درهم كامل، هذا على 10 درهم. 10 درهم هذا كامل على 10 درهم، الكيس الصغير مثل ما تشوفونه هنا. والعنب ما شاء الله عندنا الهندي والاسترالي والافريقي صح؟ هذا مال الهندي كيلو 8 مال الاسترالي كيلو 12 12 مال الهندي كيلو 10 10 هذا مال اللبناني اللبناني كيلو 8 8 درهم. الهندي طبعا كان قبل على 10 نزل الى 8 درهم حاليا. وفي عندنا الالوان الثانيه شوي بعد في فاشن فروت الاسعار. هذا شو عندك؟ فاشن فروت على كم؟ 12 درهم 12 درهم. والفراوله فوق؟ هذا فراوله 4 درهم 4 درهم. الموز عندنا نوعين، تشيكيتا 5 كم؟ تشيكيتا 5 كيلو دولي 4 خمس هنا على 5 درهم؟ هذا 5 درهم 5 درهم. وهذا؟ هذا 4 درهم 4 درهم. عندنا هني ما شاء الله مع اخونا نظام. انزين شكرا نظام جزاك الله خير. بنكمل مع مشاهدينا الكرام نتعرف فيه وياكم على اسعار الخضار المعروضه هني. السلام عليك، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله تمام ما شاء الله. خبرنا شو الاسعار اليوم عندك؟ اليوم كله نزلنا سعر اليوم. شو عندك البصل على كم؟ هذا درهم ونص كان، درهمين ونص ودرهم ونص. اي درهم ونص ديسكونت اليوم. السعر اليوم بعد على درهم ونص. وهني عندنا الذره، الذره كم سعرها اليوم؟ على كم؟ 5 ريال 5 دراهم. عندنا الذرة وعندنا البصل، بصل 5 5 دراهم ما شاء الله. بعد عندنا نوعين، عندنا الابيض وعندنا هذا 8 على كم بعد؟ هذا 8 8 دراهم هنا 8 دراهم. عندنا على 5 دراهم ما شاء الله. تعال الليمون عندك اليوم زيادة، الليمون كم نوع عندك ما شاء الله؟ 3 نوع. هذا حامض زيادة، هذا مال عصير، هذا على كم؟ على 10 و8 10 دراهم و8 دراهم. هنا عندنا 7 وهناك الكبار على كم؟ بوتودرا الكبار على 7 اي 7 على 7 دراهم. عندنا طبعا عندنا الاحجام الكبيره هذه فنان 100% ما شاء الله. وماي واحد ابا نص كلاس ماي ما شاء الله، هذا عصير فنان. اي عصير سبيشال، هذا سبيشال ما شاء الله، شيء طيب. عندك
زين وطماط خبرنا شو سعر طماط زين مال هذا من داخل الامارات محلي محلي ما شاء الله محلي كم اليوم اليوم رخيص كل درهمين كيلو درهمين الكيلو ايه. صندوق كامل كم صندوق 10 ريال ما شاء الله ايه رخيص 10 درهم عندنا المحلي ايه. وهاي السحاراتنا 10 ريال بعد على 10 درهم 10 درهم على 10 درهم عندنا ما شاء الله طبعا ايه. في اختلاف ايه. كثير في اسعار ايه. الخضار عندنا انزين تعال مسياك داخل ايه. بنشوف ايه. بندخل داخل مشاهدين الكرام المحل وبنشوف وياكم ايه. اسعار تعال تعال هالصوب تعال عندي هنا حسب الكاميرا اتي من هناك تعال مني تعال خبرنا ما شاء الله شوف الترتيبات انزين عندنا الباذنجان باذنجان طويل هذا مال عمان هذا كم سعر الكيلو كيلو 8 8 دراهم وباذنجان الصغير هذا كم سعر ريال 5 دراهم شو عندنا بعد باميه هنا ما شاء الله شوف الباميه على كم 12 درهم الباميه على 12 درهم انزين شو عندك في الثلاجه هنا البروكلي ايوه بروكلي وصل سعره 15 15 درهم عندنا البروكلي وعندنا الفاصوليا هنا 8 درهم الفاصوليا مثل ما تشوفون فاصوليا طبعا عندنا نوعين مشاهدين الكرام هذه بعد وهذا عندنا فوق هنا هذا مال الهندي هذا هذاك الهندي على كم 12 ريال 12 درهم سعر عندنا الهندي والباميه قلنا ب 12 درهم 12 درهم 12 درهم الكوسه عنده كوسه 7 ريال 7 دراهم ملوين هذا محلي ما لا اردني اردني على 7 دراهم عندنا الكوسه يعطيك العافيه ما قصرت بارك الله فيك متابعينا مشاهدينا الكرام مثل ما شفت طبعا في فرق في اسعار الخضار والفواكه من اسبوع الى اسبوع ما شاء الله واليوم الاسعار جدا طيبه حتى صندوق الطماطم المحلي واصل عندنا على 10 دراهم طبعا الاسعار تختلف من فتره الصباحيه الى فتره المسائيه طبعا واللي يكون بضاعه تكون موجوده من امس غير عند ديتينا الصبح هذه دائما عشان كذا يوم بتون خذوا لفه في جميع الاقسام يوم بتاخذون الشيء خذوا لفه عشان تشوفوا الاسعار الطيبه يعطيكم العافيه ونشوفكم في حلقات قادمه ونرجع للاستديو نكمل باقي فقرات البرنامج.